صغيرين دايما بنسمع كلمة فلانة دي قدمها خير، ومن يوم ما عرفناها والخير كله داخل علينا، أو نسمع كلمة الخير على قدوم الواردين، أو حد يقابل حد يقوله لما بنشوفك اليوم كله بيبقى مليان بالخير. الحقيقة إن ده مش كلام يتقال من باب المجاملة ولا كلام إحنا وارثينه من أهالينا، الكلام ده حقيقي فعلا، لأن أوقات كتير لما ربنا بيحب حد من عباده بيجعله سبب في خير لكل اللي حواليه. وده اللي شفناه مع السيدة زينب بنت جحش لما تزوجت سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ودخلت بيت النبوة، وكانت سبب في خير كتير قوي وبركة حلت على البيت، وكانت أول الحاجات دي هي آية الحجاب اللي نزلت، وحاجات يمكن تانية كتير جدا هنعرفها النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ محمد أبو بكر من علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك ومثوى المشاهدين الكرام، قولي آمين. آمين آمين يا رب. هل فعلا في حد بيبقى وشه أو يعني دخلته على الشخص دخلت خير، وشه فيه الخير، بيدي سعادة للمكان، الرزق بيجي، بتتفتح أبواب كانت مقفولة، ربنا سبحانه وتعالى لما يحب شخص ممكن يجعل فيه صفة من الصفات دي؟ الناس أصناف، فمن الناس من إذا رأيته ذكرت الله، ومن الناس من إذا رأيته انشرح صدرك، ومن الناس من إذا رأيته شعرت بسعادة في القلب وطمأنينة في النفس. وهؤلاء هم أهل الله أو عباد الله الذين قال عنهم ربنا في كتابه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكل واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم لها ميزة ولها كرامة ولها درجة ولها منزلة، ولذلك شوف الكرم وشوف الأدب من ستنا زينب بنت جحش رضوان الله عليها وأرضاها لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عندها سيدنا زيد بن حارثة ليخبرها آية القرآن التي نزلت بطلاقها من زيد وزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا زيد أدبا بعدما سمع لا ينظر إليها خجلا، لأنها تحولت من زوجته إلى أمه، صارت أما للمؤمنين. ستنا زينب تعمل إيه؟ تشكر ربنا إزاي؟ سجدت لله شكرا وعقدت على نفسها أن تصوم شهرين لله. شوف الكرم، شوف شكر نعمة ربنا، ودي حاجة احنا مفتقدينها طبعا، خدوا بالكم مع الأسف. ولذلك ربنا مدح الناس اللي بتوفي بالنذر في القرآن الكريم، قال ايه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. سجدت لله شكرا وعقدت وألزمت نفسها بصيام شهرين لله سبحانه وتعالى. وده ليه؟ لأنها كانت تريد أن تلحق بأمهات المؤمنين، وكانت تريد أن تكون في تلك الزمرة الطيبة المباركة. ده أمر. الأمر الثاني ده كان مكافأة ليها، لأنها في البداية ما عصت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بإمكانها تقول لا مش هتجوزه، كان بإمكانها ترفض، لكنها أطاعت الله وأطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكافأها الله بما لا قبل لعقلها فيه. ولذلك كان سيدنا الشيخ شعراوي رحمة الله عليه يقول إيه؟ رحمة الله لا تعبدوه ليعطيكم، وإنما اعبدوه ليرضى، فإذا رضي أدهشكم بعطائه. صحيح، ونعم بالله. صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة والسلام. كانت أمنا زينب دايما تقول إن هي فضلت على نساء النبي بثلاث: جدها وجد النبي واحد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، والذي عقد الزواج لها هو الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، فهو وليها وحملة العرش شهودها. يا سلام. والذي كان سفيرا في الزواج هو جبريل الذي نزل بآيات القرآن. فاخطأ ليها خصائص، ليها خصائص، ليها كرم.
ولذلك هي لما دخلت البيت النبوي كان اسمها برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب. وزينب لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، عشان أوريك الغيرة عند أمنا عائشة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ستنا عائشة، ودي أمور فطرية، أمور بشرية، خلي بالكم ملناش دخل فيها أبدا، هي الصديقة بنت الصديق ولها مكانتها، لكنها كانت تغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق لها أن تغار. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها بأن الله زوجه زينب، فقالت للنبي إيه؟ ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. شوف الكلام، شوف الجود، شوف الكرم، شوف المدعبة من سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وستنا عائشة، ما أرى ربك إلا أن يسارع في هواك. وهي تقول بقى على ستنا زينب، خلي بالك، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي، يعني هي اللي كانت راس براس، لانها كان عندها 35 سنه ستنا زينب، وكانت جميله، وكانت صاحبه دلال، وكانت من بيت نسب ومن بيت حسب ومن بيت طرف. فهي ستنا عائشه كانت تحسب لها حسابا، خلي بالك، كانت تحسب لها حسابا. ولذلك لما دخلوا ادخلوا الزهراء علشان يكلموا سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في الهدايا اللي كانت بتيجي في يوم عائشه، والزهراء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رد عليها وقال: أتحب ابنني؟ قالت: نعم. قال: فأحب عائشة. وصته بعد الزهرة مين؟ ستنا زينب. لعلمهم ولإدراكهم منزلتها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.